الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس ثان من دروس كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيه من العلم، وأن يجعل ذلك سبب رفعة درجة لديه، وأن يدخلنا في من عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ولعلنا أن نقرأ عددا من الأحاديث التي أخرجها الإمام في هذا الباب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه وجزاه خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. وقال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به، معه فيه ناس من أصحابه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه جبة متضمخ بطيب وعليه أثر الخلوق، أو قال صفرة، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بالطيب؟ كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فسكت ساعة، فجاءه الوحي، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به. فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب، فجاء يعلى فأدخل رأسه. قال يعلى: فنظرت إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، له غطيط. قال: وأحسبه؟ قال: كغطيط البكر، كذلك ساعة. فلما سري عنه قال: أين السائل الذي سأل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال: اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك، وأنقي الصفرة ثلاث مرات، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال: وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك في جيش العسرة، فحملت على بكر، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، واستأجرت لي أجيرا، فقاتل رجلا وعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه من فيه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر ثنيته، وقال: أفيدع أصبع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ يعلى بن أمية من الصحابة الذين أسلموا في الفتح، وكان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي عليه. في هذا جواز أن يتمنى الإنسان رؤية تفاصيل ما يكون غريبا على الناس، وفي الحديث أيضا طلب الإنسان من غيره أن يريه بعض ما يتعجب منه ويستغرب. ولذا طلب يعلى من عمر أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. وفي الحديث ذكر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، فإنه لما رجع من الطائف جاء إلى مكان يقال له الجعرانة، وهو في حدود الحرم في قريب مكة، ومنه يحرم بعض الناس، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم
للعمرة من ذلك المكان، لأنه من مواطن الحل. وفي الحديث بذل الأسباب التي تزيل ما قد يؤذي الإنسان من الجو والمناخ العام، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ثوباً يستظل به يحتمي به من الشمس وحرها. وفي هذا دلالة على إباحة اتخاذ الوسائل التي تبعد عن الإنسان الحر والبرد وما يؤذى منه وما يتأذى منه من أمور الهواء أو الأمطار. وفي الحديث مشاركة الإنسان لغيره في ما يبذله من الأسباب لدفع الحر عنه. وفي الحديث عرض الصحابة رضوان الله عليهم ما يرد عليهم من المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم. والجبة ثوب يكون لجميع البدن قد فصل على مقدار الأعضاء، فتدخل الكتفان واليدان فيه ويغطي من الكتف إلى أسفل البدن، وهو من أنواع الثياب المخيطة التي يمنع المحرم من لبسها. وقوله متضمخ بطيب أي أنه قد استعمل الطيب على بدنه. ولبس المخيط من محظورات الإحرام، كما أن استعمال الطيب من محظورات الإحرام، ولكن يظهر أن هذا الرجل كان جاهلا، ويمكن أن يكون قد اعتقد أن هذه المحظورات إنما يمنع منها الحاج، أما المعتمر فإنه لا يمنع منها. وفي الحديث ذكر ما يتعلق بوضع الطيب على الثياب. وقد استدل الإمام مالك بحديث الباب على أن المحرم لا يجوز له أن يبقي أثر الطيب لا على بدنه ولا على ثيابه، لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب. والجمهور يقولون لا يصح للمحرم أن يبقي أثر الطيب على الثياب بحيث يتطيب قبل الإحرام فيبقى أثر الطيب عليه في ثيابه. قالوا هذا يمنع منه لحديث الباب. أما ما كان على البدن فإذا تطيب قبل الإحرام فبقي أثره على البدن بعد الإحرام جاز له ذلك، ولم يلزمه أن يزيل أثر الطيب عنه. وقول الجمهور هنا أرجح، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب قبل دخوله في الإحرام ويبقى أثره عليه. وكما قالت عائشة رضي الله عنها أن الطيب كان على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بقي أثره بعد الإحرام. وقوله هنا صفرة، وذلك أن من أنواع الطيب الطيب بالألوان. وقوله هنا فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وفي هذا مشروعية العمرة وبيان أنه لا بد من الإحرام لها. وقوله في رجل فيه دلالة على أن تحريم لبس المخيط خاص بالرجال، وأما استعمال الطيب فإنه يمنع منه الرجل المحرم وتمنع منه المرأة المحرمة. وقوله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، أي ما الذي أفعله؟ فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وفي هذا دلالة على أن ما يرد به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام هو من الوحي من عند الله جل وعلا، ولا يمنع هذا أن يكون النبي
صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في بعض الوقائع بأمر الله عز وجل له. وفي الحديث دلالة على أن الوحي قد يكون لآيات القرآن وقد يكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وحي من الله وهو كلام الله بحروفه ومعانيه، وأما السنة فهي وحي من الله وهي كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن من تغير عن حاله المعتاد يحسن أن يغطى عن الناس كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي. وفي الحديث أيضا أن الإنسان إذا طلب منه أمر يحسن به أن يسعى لتحقيقه متى كان مما تتوفر فيه المصلحة. ولهذا لما طلب يعلى من عمر أن يريه كيف يرى كيف ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى عمر يعلى وقال له: تعال، أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. وفي الحديث إدخال الإنسان رأسه لما يتعلق بأمور الآخرين متى رأى أن صاحب المكان لا يمنع من مثل ذلك عادة. وفي الحديث ما يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال وتغير إذا نزل الوحي عليه. وقوله: أين السائل الذي سأل عن العمرة آنفا، فيه تأخير السؤال وجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. قوله: فالتمس الرجل، كأن السائل قد ذهب، لما رأى تأخر الجواب ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل الوحي بجوابه طلب حتى يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، وأن لبس المخيط على شيء من بدنه يعد من محظورات الإحرام، ومن ذلك الجبة. وفيه أن من لبس مخيطا جاهلا في وقت الإحرام فإنه يؤمر بنزعه، ولا تجب عليه فدية لكون لبس المخيط ليس مما يشتمل على إتلاف. وفي الحديث غسل أثر الطيب عن الثياب، وأن من تطيب ناسيا أو جاهلا في وقت إحرامه لم يجب عليه شيء. وفي الحديث إذهاب الصفرة عن ثياب الرجال. وقوله في الحديث: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني من اجتناب محظورات الإحرام، فإن محظورات الإحرام كما تكون للحج تكون أيضا للعمرة. وفي الحديث ذكر غزوة تبوك، وفيه أيضا ما لحق بأهل الإسلام من الشدة والجوع وفي ذلك الزمان حتى سمي جيش العسرة. وفي الحديث مشروعية أن يتصدق الإنسان بآلات أو حيوانات لتكون وقفا في سبيل الله يستعملها من احتاج إليها. وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجره. وفي الحديث جواز عقد الإجارة وجواز استئجار الرجل ليؤدي عملا. وفي الحديث اصطحاب الإنسان لمن يعمل لديه من الأجراء في الغزو. وفي الحديث من الفوائد أن المملوك قد يقاتل
في المعارك، وفي الحديث تحريم أن يعض الإنسان على يد غيره ولو كان بينهما نزاع وخصومة، وفي الحديث أن من عض رجلا فسحب يده فوقع شيء من أسنانه فإن أسنانه هدر لكونه هو المتسبب في سقوط هذه الأسنان، والمباشر معذور في هذه المباشرة. وقوله فأندر ثنيته أي نزعها وأبعدها، والثنية نوع من أنواع الأسنان التي تكون في فم الرجل. قوله فانطلق يعني الرجل الذي سقطت ثناياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله، أي لم يجعل له دية ولا قيمة. وعلل هذا بقوله أفيدع إصبع يده في فيك، لو تركها لقضمته. ولهذا من صال على الإنسان جاز له دفعه. وفي الحديث من الفوائد إهدار دم من صال على غيره فقتله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. قال ابن عمر ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. في هذا الحديث من الفوائد جواز تظفير الشعر بجعله ظفائر، كما يجوز ذلك للنساء يجوز للرجال ولا حرج فيه. وفي الحديث أن من كان شعره مظفرا أي معقودا ومربوطا بعضه في بعض فإنه يشرع له أن يحلقه. وهل هذا خاص بالحلق لنهاية النسك أو هو عام؟ قولان لأهل العلم. وأما التلبيد فهو بأن يضع مادة تجمع هذا الرأس بحيث تمنع من دخول الغبار والحشرات إلى الرأس. وقد كانوا يلبدون مرة بالعسل ومرة بالدبس المستخلص من التمر وبغيرها. قال ولا تشبهوا بالتلبيد يعني لا تجعلوا رؤوسكم ظفائر فتشتبهوا على الناس بكونكم ملبدين. قال ابن عمر ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، فيه استحباب التلبيد قبل الإحرام لمن كان له شعر طويل لئلا يدخل فيه الغبار أو يتدخل فيه شيء من الهوام. وفي هذا بيان مشروعية التلبيد. وفيه أيضا أن التلبيد يكون قبل الدخول في الإحرام. وفي الحديث تلبية التوحيد بإفراد الله وحده، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ليخالف طريقة المشركين الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وبالتالي تعلم بطلان عقائد أولئك الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا. وأشنع منهم من ينسب إلى بعض المخلوقات تصرفا في الكون. وقوله إن الحمد هو الوصف بالأفعال الاختيارية الجميلة، والنعمة يعني أنني أقر بأن لله الصفات العلى، وأقر بأن كل نعمة وصلت إلى العباد وكل فضل وصل إليهم فهو
من الله جل وعلا، وأنه هو المتصرف في الكون ومثله في ملك الأرض. وقوله لا شريك له أي في هذه الأمور، سواء في التلبية أو في إثبات الحمد لله أو في الإقرار بالنعمة والملك له سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهلا هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة لما قدم مكة، ثم يحلقوا أو يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. في هذا الحديث مشروعية الترجل قبل الإحرام، المراد به تمشيط الشعر لئلا يحتاج إلى ترتيبه وتهيئته بعد ذلك. في الحديث مشروعية الادهان قبل الدخول في الإحرام. وفي الحديث أن المحرم يجتنب المخيط في ثيابه، والمخيط كل ما كان مفصلا على قدر الأعضاء. وفي الحديث جواز لبس المحرم للإزار والرداء. وفي الحديث أن أي رداء أو أي إزار يجوز لبسه، سواء كان مصنوعاً من القطن أو من غيرها من المواد التي تصنع الثياب منها، وسواء كان هذا طويلاً أو قصيراً ما دام مساتراً للبدن، وهكذا لا يفرق بين ألوانها، فبأي لون جاز الإحرام، إلا أن اللون الأبيض أفضل. ويستثنى من ذلك الثياب المزعفرة، فلا يجوز للمحرم أن يلبس رداء أو إزارا تمت زعفرته. والزعفران نبات يزرع في الأرض ويكون له رائحة عطرية، في هذا دلالة على أن الزعفران من أنواع الطيب، وأن المحرم ممنوع من استعماله، سواء كان استعمالاً مباشراً أو كان استعمالاً بواسطة أو كان هذا الاستعمال ابتداءً أو بناءً على استعمال غيره. وفي الحديث من الفوائد الإحرام لأهل المدينة من ذي الحليفة، وهي مكان معروف قرب المدينة. قوله ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، في هذا دلالة على أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ركوبه البيداء، وقد ورد أنه أهل بعد الصلاة، وورد أنه أهل بعد ركوبه لناقته، وورد أنه أهل في البطحاء أو في البيداء، وكل هذه الأقوال صحيحة. ولا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل مراراً مرة بعد مرة. وفي الحديث مشروعية تقليد البدن، وتقليد البدن بوضع علامة عليها
ليعرف من شاهدها أنها هدي فلا يتعرض لها. وتقليد البدن، البدن المراد بها جمع بدنة، وهي الإبل المساقة لتذبح في ميناء هديا، وتقليدها بوضع قلادة عليها. وكانوا يضعون حبلا على رقبتها، وفي كل طرف من أطراف الحبل فردة حذاء ليعرف أن ذلك المقلد هدي فلا يتعرض له أحد. وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اليوم 25 أو 26 من ذي القعدة، وظل يتنقل لمدة 10 أيام، لأن المسافة بين مكة والمدينة قرابة 400 كيلو، وكانوا في الزمان الأول يقطعون 40 كيلو في يوم واحد، يقطعون 40 كيلا في يوم واحد، ولذا بقي في سفره 10 أيام. وقدم إلى مكة في اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وقد بقي اليوم 4 و5 و6 و7 في مكانه في أطراف مكة في البطحاء، ثم إنه انتقل إلى منى في اليوم 8. استدل الفقهاء بهذا على أن من عزم إقامة مؤقتة لمدة 4 أيام فأقل جاز له قصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة هناك، قال: فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، ولذا قال له جبريل في المنام: قل حجة في عمرة أو عمرة في حجة. وبالتالي فإنه لما قدم طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، ولم يذكر أنه سعى مرة أخرى، ولذا رأى الجمهور أن القارن يكفيه سعي واحد، خلافا لبعض الحنفية. وقوله: ثم نزل بأعلى مكة، أي في جهتها الشمالية عند الحجون، وفيها مقبرة مشهورة اليوم، وهو مهل بالحج، أي قد لبى بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم طاف طواف السعي، طاف طواف القدوم المستحب، ثم سعى سعي الحج الواجب. أما صحابته فإنهم لما لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقلب نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع، إلى التمتع. وبالتالي فإنهم إذا طافوا وسعوا يقصرون ويتحللون، أما النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولذا وجب عليه البقاء على إحرامه. فدل هذا على أن القارن إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج لم يجب عليه سعي بعد ذلك، وأنه يكتفي بالسعي الأول، وبهذا قال الجمهور خلافا للحنفية. وقوله: وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، فهذا بالنسبة للصحابة طواف العمرة، لأنهم قلبوا نسكهم إلى التمتع. قال: ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، فاكتفى بالطواف الأول. ولذا قال الفقهاء بأنه لا يستحب لمن كان بمكة أن يكرر العمرة. قال: وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وهذا طواف العمرة، وبين الصفا والمروة، لما قدم مكة.
ثم يحلق أو يقصر من رؤوسهم ثم يحل. فهذا الفرق العملي بين المتمتع والقارن والمفرد. فالمتمتع يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويقصر، بينما القارن والمفرد يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج الواجب ثم يبقى على إحرامه ولا يقصر شعره. لماذا؟ لأنه قارن أو مفرد. قال: ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل، يعني قد لبى بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وحينئذ أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، فأصحابه متمتعون ولذا سعوا مرتين. وهذا حديث صريح في أن المتمتع يسعى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. والقول بأن المتمتع عليه سعيان هو قول الجمهور، وخالف في ذلك بعض التابعين وابن تيمية، وقول الجمهور أرجح بأنه يجب على المتمتع أن يسعى مرتين، الأول سعي العمرة والثاني سعي الحج. وأما القارن والمفرد فإن عليه سعياً واحداً. قال: وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة لما قدم مكة، ثم يحلقوا أو يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. لماذا؟ لأنهم متمتعون قد أنهوا العمرة، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. أما من قلد بدنه فإنه حينئذ لا يتحلل ويبقى على إحرامه، لأنه يسعى، لأنه حينئذ قارن، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد. قال: ومن كانت، يعني إذا كان هناك إنسان متمتع فاعتمر وتحلل فحينئذ يجوز له الإتيان امرأته، وهكذا يجوز له الطيب ولبس المخيط. فهذا شيء مما يتعلق بأحاديث الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يسعدكم وأن يبارك فيكم وأن يجمع كلمتكم على الخير والهدى، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل انتصارهم سبب خير وهدى ورحمة. اللهم أعدنا إلى دينك عودا حميدا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.